صورة وصوت خنجر شيخك صورة وصوت بقول لك الشيوخ بينزلوا المطرة وبيحيوا الأموات ها وبدوا الجنة ده المقطع الداري يدافع بيه كويس ويجي يقول لك مجازا ويا ناس ما بحس مجازا لأنه أنا أديك مثال بسيط أنا هسه لو جيتك لقيتك في الشارع أنت واقف أديتك كفتاح كده ده. قلت لي مالك ضاربني مالك بقول لك ضربتك أنا مجازا وحقيقة الله أنا ما ضربتك أنا مجازا بس بتقبل مني أنت كده ما بتفتح فيني بلاغ يعني هسه لو جيت قدام القاضي وجبت لك واحد قلت له ده مولانا سرق موبايلي وداك مرق الموبايل من جيبه قال لك يا مولانا ده الموبايل بتاع الزول ده ايوه انا سرقته لكن مجازا حقيقة انا ما سرقته مولانا ما بدي سجن ما فاده كله ما ملعب سايل ما في حاجة اسمها حقيقة ومجازا القرآن ده ما فيه مجاز القرآن كله حقيقة ربنا قال والله يقول الحق وهو يهدي السبيل قرآن حقيقة ما في مجاز في القرآن لأن العلماء قالوا لو فتحت باب المجاز فتحت باب التلاعب بالدين طيب تقول لواحد ربنا قال واقيموا الصلاة يقول لك مجازا يا مولانا مجازا ساي حقيقة ألعب كورة ما هو لعب عشان كده علماء اللغة قالوا في مجاز ذاتهم قالوا في مجاز قالوا بالإجماع يجوز نفي المجاز بجوز تنفيه يعني لما تقول لها الآية دي ربنا قال واسأل القرية تقول لي مجازا قال لك أهل اللغة يجوز تنفيه هل بجوز أنفي القرآن يا أخوانا ربنا قال واسأل القرية بجوز أقول لك ما تسأل القرية بجوز الكلام ده في القرآن ما بجوز عشان كده القرآن ما فيه مجاز القرآن كله حقيقة والصوفية دارين يزوغوا من العقيدة بتاعتنا الباطلة بحجة المجاز طيب نحن ممكن نبرر لكم لأي حاجة أنتم بتلصقوها فينا من الكذب بتاعكم تقول لي محمد عبد الوهاب مات في الحمام يقول لك مجازا وفي الحقيقة مات في الحرم ما أنا بزوق مجاز حقك براك أنت براك أنت مع المجاز شغال معك بيشتغل معايا أنا برضو أنت اشتغلت بأنا والله ما تقبضني في حاجة واحدة المناظرة بخلف لك وراعي كده لما تنتهي تقول له ابن تيمية قال بالتجسيم يقول لك مجازا في الحقيقة ما قال كلها بطلعها لك سربك كده فهمت الشغلانه جت بجوط عليك والله ما تقبضني في نقطه واحده والله اقوم عليك في نص المناظره ارقد لك بجرجه في اضانك فهمت تسالني اقول لك ده ضيف للمجاز برضو ضيف الجرجه دي للمجاز ما فايز ما ده وهم يا اخواننا ده كله وهم دار يدخلوكم فيك الصوفيه عشان تلقى الواحد راقد في القبر وينده فيه يا بكسكيتو تلحقنا راقد في القبر تسأل أقول لك قوم يا مشرك قوم على حيلك يقول لك لا 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 مجازا القبر ده مجازا وحقيقة الله والله تنادي في القبر ما ترفع يدك لا الله تناديني في القبر ده عشان تعرف انه ده فينا دار زوغ من كل العقائد الباطلة بتاعتهم ونحن نقول لهم وراكم ما في زوغة والله في البلد دي وراكم تمشي يا خنجر النيل الابيض بنمغص عليك والله الحمد لله هسه شفت الجوطه اللي عاملينها الناس دي فتحت باب خير انت ما تتخيلوا اصلا فتحت باب خير وفي ناس الدعوه دي كان نافرين منها يا دوب انفتحت اذانهم جو بيسمعوا زمان عبد الله بن سلام رضي الله عنه كان حبر من احبار اليهود لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه جو الجماعه قالوا ده كذاب ما تسمع له واوعاك منه والكذب اوك عبد الله بن سلام رجل كان ذكيا وعاقلا من دهات الناس طوالي قال اول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال مشيت له بقيت بعاين فيه قال اول ما نظرت الى وجهه قلت والله ما هذا بوجه كذاب ابدا حذروا التحذير ده بقى سبب ذاته انه يمشي يستمع سمع كلام النبي عليه الصلاه والسلام وشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كده انت تكتب في جريده بتزيد ده زياده شفت احنا ده شفت الليستيك المطاط تدوسه لجوه بيجيك مارق تخليه قاعد في محله فهمت؟ تطقه بتنقز يعني ما في اي حلل انت
تتخارج مننا كيف؟ تكتب في الجريدة يا دوب الجماعة بتلومنا ويجي يقول لك والله احنا لابد لنا نمشي نحضر المحاضرة دي نعرف الحاصل شنو ذاته. تكتب في الجريدة بنزيد لك زيادة. فهمت؟ عشان كده العلماء قالوا الإنسان السلفي كالريحان. الريحان ده بتلقاه قاعد أول ما هبشته كده اديته ضربة بيمرق ريحة طوالي. فهمت؟ ما زي الشغل بتاع الصوفية زي شجر اللعوت. بتعرف اللعوت؟ ده أنت احتمال ما بتعرفه. شجرة اللعوت دي بتلقاها قاعدة من هناك تعاين فيها كده تقول يا سلام شجرة خضراء وظريفة. أكان هبشتها العفنة بتمرق. بتمرق عفنة بتقدر تقعد جنبها تاني. فهمت؟ نحن وراك تكتب في الإعلام عشان تنبذنا بتفتح باب بتزيد الشغل زيادة. داير معانا مناظرة بتتجرس زي أحمد داود عمل مناظرة في التلفزيون. أحمد داود بعد أيام من المناظرة طبعا اتنجم فيها نجام نظيف. بعد أيام واحد دق عليه وقال له ألو في وهابية قال دايرين معك مناظرة. قال له مناظرة مع وهابي تاني ما دايرة كله ما دايرة ما اتنجمت. على أي حال شكل المطرة نزلت خلاص ودي ما نزلها الله ما منزل الخنجر دي. يعرف الخنجر انه دي نزلها الله سبحانه وتعالى وكان راجل خليه يوقفها. نلتقي الحلقة القادمة ان شاء الله.